تقول هنا حقيقة تشير حسب فحوى الكلام أنه إلى الاطمئنان أو الطمأنينة، بأنه أنت ما الذي جعلك أن تستعجل وتذهب بعد صلاة الجمعة مباشرة؟ أكو إرباك. هنا نصيحتكم للأخوة بأنه الاطمئنان والسكينة، وطالما أنه أنتم مؤمنون لا تخافون من شيء ولا تفعلوا فعلا منافي لصلاة الجمعة. نعم. إن شاء الله ماكو شيء عليكم، والتوكل على الله. الفرع دال: سيدي، حرمة التصرف بأموال الغير لعل الغالب يعلمها، ولكن إذا سألته عن هذا الفعل قال لك بالفحوى، فهل هناك قيد لهذه الفحوى مع تعريفها؟ حقيقة سيدي، الآن الشائع يعني حقيقة أنا ملامس كثير أنه تصرف بأموال الغير بدون حرجية ولا ورع بالدين، لما تسأله يقول لك الفحوى. أنا قلت له من أين تعلم هذه الفحوى؟ فيحتج علي، فأريد في الحقيقة منك فد أمر يعني قيد معين لهذه الفحوى، لأن حسب ما سيدي نحن نعلم أنه في الحوزة أغلب الظن، لكن أريد أسمعها منك بتعريف وافي شافي وأيضا قيد لهذا الظن. حبيبي، الأصل في أخذ المال عدم الفحوى، فإذا اطمأننت اطمئنانا فعليا كاملا بأنه أكو فحوى يمكنك أن تأخذه، ثم أن تطبيق الفحوى صعب، قد يكون هذا مصداق للفحوى وقد لا يكون. فالترك، يعني خلنا أمثل لك مثال آخر. أمامك سائل وتشك بأنه أما ماء وأما خمر، والعياذ بالله، وشرب الخمر حرام وشرب الماء مباح حلال، زين، أنت تترك له تشرب؟ الترك أولى. فإذا هذا هم لعله مو فحوى، فأنت سارق حبيبي، فإذا سارق عليه ترتب عليك آثام كثيرة وآثار سلبية، فاترك. ثم منو قالك أصلا أصل الفحوى مفتي بها لو صح التعبير؟ قسم من العلماء يقولون بالفحوى وقسم الآخر لا يقولون بالفحوى حبيبي، وفد شيء أمر إجماعي ومسلم حتى تعمله. هذا مثل أمر بالمعروف، تطبيقه خطأ، والفحوى أيضا قد يكون تطبيقه خطأ. العامي مو يطبق بكيفه، روح يسأل، ارجع إلى مرجعك انه هذه بيها فحوى، انه يمكن تطبيق عليها الفحوى، قال لك اي ارجع، قال لك لا بطله، تورع عن ان تمد يدك على اموال الاخرين حبيبي. وانت سامع مثلا يا بشنو دولة الامام المهدي مثلا، تصير كنا اخوه.